صلي شغ مزامي. كم أن تاليو؟ جسبر كتوبة بيم. سلام الله عليكم. أتمنى أن تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد يحمل عنوان كيف أقدم نفسي وأتكلم عن نفسي باللغة الفرنسية. Parlez du soi-même. Comment me présenter en français؟ نبدأ بالاسم. لونو اذا أول ما نسأل أو نسأل عليه خلال من خلال مقابلتنا مع شخص أجنبي أو بحثنا عن عمل نسأل عن الاسم سواء الاسم العائلي أو الشخصي ثم الجنسية ثم السن أو العمر وهناك أمور أخرى أتطرق إليها في فيديو آخر إذا نبدأ بلونو بالاسم ونسأل كومون تي تابيل كومون تي ما اسمك وهناك صيغة أخرى للسؤال

هنا ما هو اسمك؟ إذا لدينا أربعة أسئلة السؤال الأول كومون تو تابيل كومون تابيل تو كومون اسكو تو الجواب جو مابيل وتكتب اسمك أو تقول اسمك أو منو إي وتضع اسمك هنا يأتي دورك إذا أردت أن تسأل أنت عن سؤال عن اسم الشخص الذي يحاورك فسرد عليه إطوى إطوى تعني وأنت ما اسمك يعني أنت تسأل الشخص الذي يقابلك أو الذي يتكلم أو الذي سألك ترد عليه إطوى معناها هو سيجيبك باسمه طبعا اذا نجيب جو مابيل اسمي وترد وتكتبه مونو اي اسمي هو نمر للجنسيه لا ناسيوناليتي اذا نسال دو كيل ناسيوناليتي توي دو كيل ناسيوناليتي توي ما هي جنسيتك أو تيدو تيدو من أين أنت؟ الصيغة الثالثة كيلي ناسيوناليتي ما هي جنسيتك؟ إذا لدينا ثلاث طرق كي نسأل عن الجنسية نقول de quelle nationalité tu es? tu es d'où? quelle est ta nationalité? nous je suis marocaine. par exemple, un une femme. Lida, kuls, une marigouille. l'idah je suis marocain. صام او بدون او في نهايه الجمله واذا كانت انت فهيمه تقول جو سوي ماروكين ونضيف الا هذا هو الفرق آه الذي يوجد هنا اذا نمر للسن او العمر نقول نسال كي جاتي كيلا كم لديك من سنة طريقة ثانية كيلا كي ما عمرك أو كم سنك طريقة ثالثة باش نطرحو بها السؤال كيلي كي كيلي ناج تحمل نفس المعنى ما هو سنك أو عمرك إذا الإجابة تكون جي وتكتب كم لديك من سنة وفي النهاية تكتب ان اللي هي السنة باغ أتقول جي تخون تخوازون إذا هنايا تجاوب تكتب جو عندنا هنايا جو راه هو لو لو برونو لو برونو وعندنا لو فيرب افوار في البريزون وعندنا ال, العدد الذي يساوي السن ديالك وعندنا السنه اذا السنه تكتب ان اس ان اذا كان مفرد واكثر من واحد فهو جم لذا ضفنا الاس في نهاية الكلمة إذا ستجيب جي وهناك فراغ أنت تملأه أو إذا دعنا نرتب ما درسناه في فقرة صغيرة إذا بإمكانك أن تكتب معي هذه الفقرة الصغيرة تختار إما الإجابة بالنسبة للسؤال عن الاسم إما جمابيل هي صحيحة أو مونو إي هي صحيحة بالنسبة للجنسية عندها لديها رد واحد وبالنسبة للسؤال عن السن فلديه إجابة واحدة مسألة مهمة لازم أن تعرفها وأنت مبتدئ في اللغة الفرنسية حين نريد كتابة جملة لازم أن نكتب الحرف الأول كتابة كبيرة أو حرف كبير يعني لاليطر ماجيسكيل كبيرة وعند نهايتنا للجملة نضع نقطة أو نكتب جملة ونريد إضافة شيء آخر نفصل بينهما بالفاصلة شيء آخر مهم جدا للغايه، الجمله في اللغه الفرنسيه تكون بهذا الترتيب، ان سوجي، ان ان سواء ان كومبليمون دوبجي ديريكت او ان هذا ليس موضوع الآن، موضوعنا الآن، إذا هيا نكتب هذه الفقره التي تعلمناها من خلال هذا الدرس. قلنا اولا لازم لا تكون يعني عندي جو انا ساكتب جو مابيل اكتب جي كبيره جو سي تان برونو بيرسونيل سوجي كينوب انا هنا لدينا ابلي هنا عندنا سابلي وكتبت م يعني كتعني عليا انا اسمي انا جو مابيل فراح جو سوي ماروكين جي 35 ما لانني انهيت الكلام ساعيد قراءه هذه الفقره بهذا اكون انهينا انهينا مع بعض هذا الدرس اتمنى ان ينال اعجابكم وشكرا لتشجيعاتكم ولمتابعتكم لهذه القناه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته